وأعطي الكلمة الآن إلى الجزائر. Thank you, Madam President. شكرا السيد الرئيس. بداية اسمح لي أن أهنئك وأهنئ غيانا على ترأس المجلس أثناء شهر فبراير. أؤكد لك دعم الجزائر كاملا. أتقدم أيضا بالإشادة إلى سعادة سفير دوريفيير وفريقه الممتاز وفريقه الممتاز على الرئاسة الناجحة لمجلس الأمن في الشهر المنصرم. نتقدم أيضا بالتقدير إلى السيدة دي كارلو على إحاطتها الوافية. The Middle East stands. الشرق الأوسط على عتبة الانهيار. فالضربات الجوية الأخيرة التي تستهدف العراق وسوريا من المرجح أن تفاقم الوضع الهش في المنطقة، وقد يؤدي ذلك إلى تصعيد إضافي. وفي هذا الإطار نعيد التأكيد على دعمنا المتواصل لسيادتي وسلامة أراضي وأمن كل من العراق وسوريا. شعب سوريا والعراق الشقيقين يستحقان العيش بسلام وازدهار. السيد الرئيس، على ضوء هذه الظروف العصيبة نحث على ضبط النفس وتفادي أي تصعيد. لا يمكن للمنطقة أن تتحمل عبء توترات إضافية، ونؤمن إيمانا راسخا بأن القوة لم تكن ولن تكون أبدا أساس السلام والاستقرار. لقد أثبت التاريخ أن القوة تزعزع الاستقرار وتسبب العدائية، واليوم ندعو إلى الحوار والعمل المشترك لسد الفجوات وحل الخلافات وتعزيز الازدهار المشترك. فلنضع مبدأ العنف والردع جانبا ومبدأ العقاب، ولنعمل معا يدا بيد للتهدئة في الشرق الأوسط. السيد الرئيس، إن الاستقرار الفعلي في الشرق الأوسط يتطلب معالجة شاملة للأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار. يجب أن نستثمر في حلول طويلة الأمد لمنع أي تصعيد إضافي، ولنعبد الطريق نحو السلام الدائم في المنطقة. فقضية فلسطين تشكل حجر الزاوية لهذه المساعي. منذ بداية العدوان على الشعب الفلسطيني، لا سيما في قطاع غزة، قامت بلادي الجزائر في عدد من المناسبات بدق ناقوس الخطر حول مخاطر اتساع النزاع إقليميا. للأسف تطور الوضع وأصبح واقعا مدمرا يجبرنا على مضاعفة جهودنا لوقف هذا التصعيد الذي طال المنطقة بأسرها. فشعب هذه المنطقة مثل كل سكان العالم يطوق إلى السلام، يطوق إلى التنمية، ويطوق إلى الازدهار. لقد آن الأوان لينعم مهد الحضارة بالاستقرار.
والخطوة الأولى نحو هذا الهدف تكمن في وقف إطلاق النار في غزة. وشكرا، أشكر ممثل الجزائر على بيانه.